وما سمعتش كلامها بعد كده. بتختلف ليكي دوام الحال من المحال. من بعد 6 سنوات استثمروا فيني نيو تي في احسن استثمار، اكاد اكون الاوحد المدلل في تلفزيون جديد يمكن الى يومك هذا. الى حتى وانت برا اذا الى هذا التاريخ انا الاوحد المدلل عندهم، و صار في عرض من تلفزيون كثير مهم مثل الام بي سي، صار في خلط اوراق واخذت مباركه تحسين الخياط رئيس مجلس اداره نيو تي في، وهكذا تم دفعوا لك اكثر ام بي سي. شوفي الامور الماديه وقتها بتنتقلي لمحطه مثل الام بي سي، مع احترامي لكل المقدمين وفاء، لما محطه مثل الام بي سي بتطلبك مش طلبتك كرمال تروحي تعبي فقره، طلبتك لتملي مكان شاغر اكثر ولا اقل عم بيعدوا العتاد والعده اكثر ولا اقل يعني فما بالحري انا واستعداداتي عفوا اكثر ولا اقل مش ما رح تكرمي اكثر ولا اقل. طب خليني اقول لك شغله، طب هقول لك حاجه بس، يو تي في بتعاملني كانت اهم انا عارفه الكلام ده كل العالم العربي. تعقيب 30 ثانية على هذا الموضوع عن قصة نيو تي في، أجمل شيء لما تتركي مؤسسة إعلامية يطالبوا فيكي أو يصير في أواصر الود والعلاقة تضل طيبة، أنا ما بحرق مراكبي وراي أبدا. عامل حساب لخط الراجعة. ما بحرق مراكبي وبكمل لهم كل الاحترام والتقدير لأنهم الامتيازات اللي كان عندي إياها ما حد عنده إياها. أوكي. بتحب تتباهى نشان بعلاقاتك مع الفنانين؟ اللي بيعرف أصالة ونوال وإليسا وعاصي ونجوى وماجدة وحسين ما بيتباهى فيهم بربك؟ الفنان اللي ممكن تكون وجهت له دعوة يطلع مع نشان وما لباش الدعوة دي، هل ممكن نشان يرجع يعرض عليه الدعوة مرة أخرى؟ ما حصلت ولا حد نشان؟ لا ما حصلت الحمد لله، ما حصلت أبدا. النجاح ممكن يخلي الاعلاميين اللي هم المفروض انهم اكثر الاشخاص وعيا يقعوا بعض وعلاقتهم تتعكر مع بعض. انا ما عندي علاقه معكره مع اي اعلامي او اعلاميه. انت وتوني خليفه اصدقاء كنتم. انا اتحدى بتحديكي وفاء او اي شخص انه يجيب لي جمله من 2004 من مايسترو واحد مزبوط. الى يومك انه انا صرحت جمله ضد احد. توني عنده الجرأة انه يتكلم، لكن انت اخترت الصمت الرهيب، صمتك ده اعتبره دبلوماسيه ولا مش فارق معاك؟ انا بعتبر الصمت ابلغ من مليون ديوان. سرقت افكار توني خليفه؟ عفوا؟ سرقت افكار توني خليفه؟ انا شايف انه على بالعالم العربي صار في برامج مستنسخه من مايسترو كثيره. نيشان ربنا انعم عليك بنعمه التفوق في الدراسه بشكل غريب، ما شاء الله موسوعه، واضح حتى دلوقتي قد ايه انت موسوعه علميه. دلوقتي وانت ناضج وواعي خد منك ربنا ايه؟ شوفي ذكرت لك انه انا انسان مؤمن وبرفض سمي اللي أخذ ربي مني من ضمن من باب الحرمان. ربنا هو اللي بيفعل يلي بده اياه، يعني هو يفعل ما يشاء، انا راضي بقسمتي ونصيبي بالحياه، ولكن بشعر انه بحكمه ربنا سبحانه وتعالى انحرمت من بيي على بكير بعمري. هيدا الشيء الوحيد يلي بعتبر انا بشتاق اقول بابا، هيدي الشغله الوحيده اللي بحبها، واللي ما عنده اب اللي عم يشاهدنا بيعرف شو الحرقه انه الانسان يفقد ابوه. فيني اقول لك انه بينسلخ جلده عنه. انت ادرى الناس بالموضوع، اطل الله بعمر والدك، انا بحييه في مصر. كثير صعب واحد يفقد بيه، بحس انه عموده الفقري انطعم، وهيك صار بأول سبتمبر 94. دايما الآباء عايزين يشوفوا ولادهم أحسن منهم. وأنت صغير كنت دايما بتقول لوالدك أنا عايز أعمل جوشيج. جوشيج. مظبوط. شو بدك تعمل بس تكبر بقول لهم جوشيج. جزمة. جوشيج يعني حذاء. صباط. لأنه كل واحد بيشوف مثل بيي بده يكون، أنا كنت شوف صبري. فشو بدك تعمل؟ كان بيرد عليك يقول لك إيه؟ كان يقول لي بيي ما كان بدي اقول لك شغله، بيي ما كان يسميني نيشان. ميشيل
ويدلعك يقول لك يا ميشو. عارف انا لما عرفت كده قلت ايه؟ قلت الظاهر كان في تعصب في لبنان وكانوا الارمن مش واخدين راحتهم في لبنان. لا 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 لا. فكان بيختم لابنه ارمن. لا 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 بس هيك كان يقول ميشان ويشو هيك ابني ميشيل. طلع هيك عشان يسهل اسمك ميزان. بس لو ضليت هيك كنت راح كان عنده ميشيل قد مشكله كنت راح تسمي بالنيف ميشو شو. جميل ميشو حي كثير لميشيل. انا كمان بحييه قوي. بي كان بس قال له جوشيك كان يقول لي ميشو بوتش يعني لا تكون ادليميتس ماما بيدلس انت بدك تكون شيء اكبر واهم. وروحه فخوره بيك اكيد دلوقتي. حاولت نيشان تستخدم السكاكين والبراغي اللي هم المسامير والجلود عدت والدك من باب الفضول. قدرت تبقى جزمادي شاطر زي ما انت شاطر في حاجات كتير في الدنيا؟ لا ما بعرف يعني ما قدرت ما بعرف مرس شو جايبه معك. تعال بس استنى شو هيدا عن جد جايبه شيء. قدرت ولا ما قدرت؟ لا ما قدرت لانه ما يا الله هيدا تبع اللي كان يستخدم ادوات اللي يستخدمهم بيي كان بالضبط. تعال معايا هنا شوية. يا الله شو لذيذة. هنا كميل الإضاءة كويسة عندي؟ أبدا مش كويسة. طبعا مش كويسة يا حبيبي. بدك تحطها على الطاولة؟ مش هينفع يمكن على الترابيزة ولا إيه؟ طيب. أوكي ما علي حتى لو ما في إضاءة علي. شو بتعملي لي؟ بص آدي دي أوكي صباط. قلت لي قدرت إنك تكون جزماجي شاطر ولا لا؟ لا بس بتصور هيك بابا كان يحطهم هيك مش عارفه. بص بس خلي بالك الترابيزه الله يخليك عشان دي اول حلقه وانا ما عايزه اكمل. ها هيدي السكينه بابا كان يلقطها هيك ويظبط الجلد هيك ما بعرف كيف بس كان يعملها. بايك بايك كان نيشان بتعرف تدق المسامير. كنت دايما الى الان لسه بتحب ريحه الجلود. ايه بحب استقامة المسامير يلي بيي كان بتحب استقامة المسمار. إيه استقامة المسمار وكان شاطر كثير ولا مرة كان شامخ المسمارة. بس انت تنيته برافو نيشان. شفتي كيف اعوج؟ انا ليك انا امنيتك انك انبسطت كثير بس انا اخذت منه استقامه المسامير باستقامه الكلمات. كان بقالك 8 شهور ما كلمتش الوالد. قبل بيوم عملت شغله تخبري سرقت مش فظيعة عن جد. فتت محل ما بعرفهم انجا بعرفهم فتوا لجوا سرقت الانترناشونال لاين تبعهم خط الدولة تلفنت على لبنان. بيي ما برد على التليفونات كان ابدا فرد علي ردت امي ما بعرف بعرف مش بس سلافيس شو اخبارك كذا كذا. قال لي بابا بده يحكي معك. قلت يا عمي ما بيحكي مع الزب بضحك لانه بيتاثر كثير كانه روحه كانت حاسه. ايه قال لي انت بس ميشو كيفك ميشو شو اخبارك كذا. ايه هيك كان اول مره بيحكي لي من 8 اشهر كان صار لي مغادر لبنان. واخر مره عبطته قدام باب الاسانسور بالبيت انا وعم بودعه هيك بتعرفي بزعل وقت اتذكر وقت قال لي مبيك مات بتعرف كان ما قدرت الا اشكر ربي لانه انا مؤمن وبامن بمشيئه ربنا. هلا بهالعمر يمكن انا صار عمري 35 سنه هلا يمكن كنت اختلفت الطريقه بس وقتها كنت خام اكثر ما كنت ملوث. هلا انا ملوث اكثر. وقتها كنت نظيف كثير هلا ماني نظيف. قبل وقتها كنت بعمر ال 21 22 سنه. انا كمان عندي لك شيء بحب تسمعي له وتتفرج عليه. وانت عارفه بانك روحي زي ما انا روحك وانا سعيد بنجاحك وتفوقك في عملك وانت رمز الوفاء واسم على مسمى وبرك اهلك وإن كانت الحياة تجمع وتفرق فأنت دائما معي. وكما قال أمير الشعراء أحمد شوقي وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. ربنا معك يحفظك ويرعاك وإليك أشواقي وقبلاتي.